بلد العاصمة متصدر البطولة ب 22 نقطة بسبع انتصارات وتعادل وهزيمة واحدة فقط. نزل ضيفا على اتحاد بلعباس صاحب المركز ما قبل الأخير بست نقاط، وبمشاكل جمة وأزمة نتائج وتسيير أعطى الحكم بوزرار صافرة البداية، فاستفز بنغيث أصحاب الأرض بتسديدة لم يلمح الحارس غول فيها شيئا سوى أنه سمع صوت ارتطامها بالقائم. اتحاد العاصمة جدد المحاولات بتسديدة بعيدة المدى من مزيان، والقائم اختار الوقوف بجانب أصحاب الأرض مرة ثانية. رد اتحاد بلعباس جاء بأقدام ثابتي وبأطراف الأصابع حول زماموش كرارته للركنية. الركنية تولى تنفيذها زواري ورأسية العمارة راحت جوار القائم. وفي الدقيقة 42 ركنية شريفي وجدت رأسية الشيتا الذي وضع الكرة في شباك الحارس غول مفتتحا التسجيل لاتحاد العاصمة. وبتفوق اتحاد العاصمة بهدف دون رد انتهى المشهد الأول. الشوط الثاني دخله اتحاد بلعباس بنية تعديل الكفة، فكاد سوغار أن يدرك المسعى بمقصية جانبت القائم. كرة رد عليها محيوس وغول وضع نفسه في المكان المناسب منقذا مرماه. بعدها تحرك العقارب فوق المدرجات فلدغ زوار كرة بدد زماموش مفعول سمها قبل أن تلامس جسد الشباك. بقاء النتيجة على حالها عجل بدخول قلب الهجوم بن عياد مكان زواري بغية زيادة التنشيط الهجومي، لكن أحمر العاصمة تمكن من مضاعفة النتيجة عن طريق برنس إبارة في الدقيقة 70. فرحة كبيرة لأنصار اتحاد العاصمة على المدرجات وأخرى عند اللاعبين. صدارة الترتيب في أمان، ولكن في كرة القدم لا أمان إلا مع صافرة النهاية. اتحاد بلعباس بدا حريصا على تفادي الهزيمة في هذه المباراة، فقدم ثابت عرضية استقبلها إسحاق بودا وأودعها مرمى زماموش مقلصا النتيجة عند الدقيقة 74. ثلاث دقائق بعد ذلك العمارة يوزع كرة وبن عياد يتكفل بالباقي برأسية وقف زماموش يراقبها وهي تداعب شبك مرماه. إنه هدف التعادل لأصحاب الدار. اتحاد بلعباس بعد ذلك وصل الضغط للظفر بنقاط المباراة مستغلا ارتباك دفاع العاصميين، ولكن الأمور بقيت على حالها إلى غاية صافرة الحكم بوزرار التي أنهت لقاء الاتحادين بالتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين. لقاء يعد من أحسن اللقاءات في بطولات هذا الموسم. الاتحاد